الانهيرتنس الوراثه عندي تو تايبس اوف ريليشن شيبس، اللي هو اتريبيوت انهيرتنس وفي ريليشن شيب انهيرتنس، ودول انا نويت عنهم هما الاثنين. فقلنا الاتريبيوتس اللي موجوده في السوبر تايب خلاص اوريدي السب تايب بيعمل لها انهيرت بيورثها اللي هي دي. فاوريدي كده الاورلي ستودنت امبلي هو اوتوماتيك بقى عنده الاس ان والنيم والادرس والهاير ديت، وده السالاري بقى عنده الاس ان والنيم والادرس والهاير ديت ودول والانوال سالاري والستوك اوبشن. والكونسلتنت دوت بقى عنده الاس اس ان والنيم والادرس والهاير ديت والكونتراكت والبيلنج ديت. فبالطريقه دي كده بقى عندي دي اول نوع من انواع الانهيرتنس خلاص. طيب النوع الثاني اللي هو ريليشن شيب انهيرتنس، وده معناه ان لو في اي ريليشن شيب اتربطت بالامبلي، اي ريليشن شيب اتربطت بالامبلي فهي اوتوماتيك اكنها اتربطت بكل الايه؟ بكل اللي تحتها. هما دول التو انهيرتنس تايبس اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هم الاتريبيوت انهيرتنس وريليشن شيب انهيرتنس. تمام؟ طيب مثال تاني بيوضح فيه فكره الانهيرتنس، انا بحاول ازود امثله قدر الامكان بحيث الناس تبقى مرتبطه بالفكره. فبيقول لي لو انا في هوسبيتال، لو انا في مستشفى وعندي بيشنتس خلاص، عندي مرضى والبيشنتس دول تو تايبس، نوعين البيشنتس دول. في حاجه اسمها اوت بيشنت اللي هم المرضى اللي بيجوا على العيادات الخارجيه، تمام. في عندي ريزيدنت بيشنت، ودول المرضى المقيمين ريزيدنت بيشنتس اللي هم المرضى اللي هم واخدين سراير وقاعدين في المستشفى وحاجزينها ليهم يعني، بنقش في المرض. طيب كده عندي نوعين. قال لي المريض بيبقى ليه بيشنت اي دي وليه بيشنت نيم وليه ادمت ديت او ادمشن ديت، وفي عنده الفون نمبر، وفي عنده تشيك ديت وتشيك باك ديت اللي هي الدخول، والتشيك باك اللي هي تاريخ العوده يعني. ده بتاع العياده الخارجيه بيحصل له تشيك باك ديت، يعني بيقول له المره الجايه او اللقاء الجاي هيبقى امتى، تمام. اما المرضى المقيمين بيبقى عندهم حاجه اسمها ديستشارج ديت اللي هو تاريخ الصراحه، او هنفرج عنك امتى او هتطلع امتى براءه، وده ساعات بيبقى نض لغايه لما يتحدد له معاك. بس لا، والمريض المقيم كمان بيبقى ليه بيد، بيبقى متخصص لكل مريض بيد، سرير بيبقى مخصص للمريض دوت. وفي خد بالك، لان ممكن يكون البيت ده يكون انذر انتيتي، يكون انتيتي اخر. ولو كان انتيتي اخر للمريض فهيبقى في ريليشن شيب خاصه بمين؟ بالريزيدنت بيشنت، مش بالايه؟ مش بالاوت بيشنت. الاوت بيشنت ملوش اي علاقه بالبيت، صح؟ تمام؟ طيب وفي البيشنتس عموما، يعني الاوت بيشنت والريزيدنت بيشنت لازم يبقى ليه ريسبونسبل فيزيكال او الريسبونسبل دكتور، اللي هو الدكتور المسؤول عنه او المتابع للحاله، الدكتور المتابع للحاله او المسؤول عنه، تمام كده. طيب الفكره لازم تتحل، ركز قوي معايا. ده الاكزامبل بتاع الانهيرتنس. انا قلت ايه؟ قلت عند بيشنت، ادي البيشنت اي دي، وادي الادمت ديت، وادي الفون، او لو رجعنا للفكره او خلينا على الرسم، ادي البيشنت، البيشنت اي دي، الفون نمبر، والادمت ديت، دول كلهم اتريبيوتس على البيشنت الرئيسي. وطلعت منه الاوت بيشنت، وقلت ده هيبقى ليه التشيك باك ديت، ده الراجل اللي بيجي بيزور العيادات وبيمشي، فبنقول له والله انت عندك مثلا استشاره يوم كذا مثلا، اللي هي تشيك باك دي. وعندي ريزيدنت بيشنت، ده بيبقى ايه؟ ديستشارج ديت، تمام. ادي الجانب ده الاول، ده الجانب اللي احنا عدناه المره اللي فاتت قبل ما اشرح الانهيرتنس بتاعت الريليشن شيب، دي الانهيرتنس بتاعت الاتريبيوتس. تعالوا نشوف بقى هنا، لقينا ان ريزيدنت بيشنت، ريزيدنت بيشنت ده كان ليه، كان في بيد، كان في بيد، والبيد هنا واخد بيد اي دي رقم السرير، وممكن طبعا يبقى ليه ريليشنز مع حاجات تانيه.
وفي ريليشن شيب بتوين البيد كسرير والريزيدنت بيشنت، فبنقول ان الريزيدنت بيشنت بنعمله اساين على وان بيد، والبيد بنعمله اساين على ريزيدنت بيشنت. طبعا الحته دي بنتكلم فيها على الكرنت اسايند بيشنت. يعني ايه؟ انا بحتفظ هنا في المثال بمين دلوقتي، مين على السرير ده دلوقتي، ما بحتفظش بقى بالهيستوريكال داتا ونقول ان كان في واحد قبليه على السرير وفي واحد هيجي بعديه على السرير وفي وكلام، لا احنا بنقول بس ان الريزيدنت بيشنت ده على السرير ده، وقت ما بيمشي بنحذف دوت وبنشوف نحط بيشنت غيره، ده اللي موجود دلوقتي. لو انت بتعمل يعني انذر ريكويرمنتس يبقى في كلام. الريكويرمنتس هنا مش بسيب اي هيستوريكال اسايند لاي هيستوريكال اسايند بيشنت للبيد خالص، ما بنسيبش الكلام ده، احنا بس مجرد الكارنت. طيب وبالنسبه لفكره الاوبشنال، فبنقول ان كل ريزيدنت بيشنت، كل خلاص اول ريزيدنت بيشنت خلاص is assigned to a one bed. لازم اي بيشنت مقيم يبقى لازم يكون لي بيد، لكن مش شرط ان كل بيد يكون لي assigned patient، عشان كده بنحط علامه الايه دي كده عشان الاوبشنال ودي كده عشان المانداتري. خلاص تمام. نيجي هنا بقى للبيشنت والفيزيكال. ان بنقول البيشنت دوت او الريسبونسبل فيزيكال دوت، فبنقول ان كل بيشنت is card for a one patient، يعني كل patient ليه physical واحد او في ليه دكتور بيشرف عليه، والمشرف طبيعة الحال بايه بيشرف على مين، ايه على مين patient. طبعا اي patient لازم يكون ليه responsible physical مسؤول عنه، وكل physical كل دكتور بيبقى مسؤول على مين patient. طبعا ده بالنسبه للريزيدنت او الاوت ايه او الاوت بيشنت. فطبيعه الحال انا لما يبقى عندي البيشنت رقم واحد وانا محدد له يعني ريسبونسبل فيزيكال راجل دكتور مسؤول عنه، المريض رقم واحد سواء كان اوت بيشنت او كان ريزيدنت بيشنت مش فارق معايا، كده كده لازم بيتحدد له. دي معنى ان الريليشن شيب بيحصل لها انهيرتنس، دي معنى ان الريليشن شيب بيحصل لها ايه انهيرتنس. البيشنت مسافه ما دخل لازم يتاساين على دكتور، اما الفيزيكال وارد يكون موجود دلوقتي ولسه ما فيش ايه اسايند بيشنتس عليه. تمام دي كده كانت الايه الحته بتاعه الانهيرتنس، سواء كان ريليشن شيبس او للايه للاتريبيوتس بتاعته. هنبدا في حاجه اسمها الجنراليزيشن والسبيشاليزيشن.